وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمود المحميد. أهلا بك في نشرة الثامنة. والبداية، كيف تقرأ ما جاء في مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم؟ مساء الخير جميعا. كما عودنا، جلالة الملك المعظم في خطاباته وكلماته السامية فيها الكثير من الاعتزاز بالماضي والنظرة إلى الحاضر وإلى المستقبل برؤية ثاقبة. دائما ما تتضمن كلمات جلالة الملك المعظم رفع الهمم والعزيمة مع تقدير الجهود الوطنية. ما تتميز الكلمة السامية في هذا الاحتفال البهيج أنها نقدر نسميها حوت على حزمة من الثنائيات الحكيمة. فجلالة الملك أكد على أهمية الفرح بحس المسؤولية. نعم، نفرح في عيدنا الوطني، ولكن أيضا هناك مسؤولية تحتم علينا الالتزام بمزيد من العمل، بمزيد من الإنتاج. أيضا أشار جلالة الملك المعظم إلى الثقة في الدولة، الثقة بما يتم إنجازه، الثقة في مؤسسات الدولة، في السلطة التشريعية، في السلطة القضائية، في السلطة التنفيذية، نعتز بما أنجزته التجربة البحرينية. نعم. كذلك أكد جلالة الملك استقرار وتطور مؤسسات الدولة، وأن أهم شيء هو ترسيخ الأمن وعلاء المصلحة العليا لهذا الوطن. هناك إشارة جدا رفيعة في تأكيد الحماسة الوطنية، الحماسة التي تشهد نشاط ميداني منظم مخطط يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيادته لفريق البحرين. الآن نحن نشهد عمل منظم وإنجازات متميزة. لم يعد العمل في البحرين عمل عشوائي، ولكن هناك عمل مدروس مخطط، هناك استراتيجيات، هناك برنامج عمل. نعم. يمضي عليه. أكد جلالة الملك في كلمته أيضا على تقدير رواد العمل، وهذا أيضا يحث على التنافسية الوطنية بين أفراد المجتمع في كل موقع. نلاحظ التقدير الآن في الأوسمة التقديرية للعاملين في القطاع الخاص، في القطاع العام، وحتى المتقاعدين والمتميزين في المجال الفني كذلك. هذه لفتة جدا رفيعة. كذلك الإشادة في سير نهج الرواد الأوائل، فهم الذين بنوا هذا الوطن، وهم الآن نحن نحصد ما زرعوا. نعم. ونزرع ليحصد جيلنا القادم. نقطة جدا مهمة أكد عليها جلالة الملك، وهي رسالة البحرين، رسالة البحرين إلى العالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني وهو الموقف الثابت والراسخ والدائم والمستمر لمملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمة القدس. كذلك هناك كما قلنا هناك ثنائية، وهناك دعم للشعب الفلسطيني، وهناك أيضا دعوة للدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل، هدف السلام العادل الشامل. وبالتالي نحن أمام مشهد جدا جميل، جدا رفيع، جدا نبيل في عرض الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم في هذا العيد والحفل البهيج. نعم. إذن الكاتب الصحفي محمود المحميد، شكرا جزيلا لك.